خطوة أولى إن شاء الله بالتعاون مع الإخوان ديال المياه والغابات، نحاول نعطوه اهتمام أكبر لهذا المجال ونتحملوا فيه المسؤولية ديالنا كأشخاص كفعاليات جمعوية، ونقوموا بالواجب ديالنا شنو اللي علينا نديروه باش نديروه إن شاء الله، ودائما من أجل المصلحة العامة، ونتعاملوا مع الغابة كأنها واحد المرفق من بين المرافق الأخرى اللي كلها خاصها العناية وخاصها الاهتمام. ومجددا تنشكر الجميع الحاضرين، وتنشكر السي خالد على الحضور ديالو معنا، ونتمنى ان شاء الله يكون نقاش مفيد للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كان عندنا موعد مع لقاء تواصلي حول تأهيل الغابة ديال تيزاغوران، واللي انضمته جمعية خطوة، واللي استدعينا فيه معامل المتدخلين، والحمد لله اللي حضروا، اللي منهم المندوبية ديال المياه والغابات ممثلة في الرئيس ديالها، وكذلك مجلس البلدي ممثلة في نائب الرئيس الأول، وكذلك مجموعة من الفعاليات الجمعوية في أمزميز. الحمد لله النقاش كان غني يعني بالأفكار وبالمبادرات إن شاء الله اللي غادي يتداروا باش نهتموا بالغابة ديال تيزاغوران، وباش نرجعوا لها الهيبة ديالها اللي كانت عندها، واللي نتمنى إن شاء الله أن كل شيء ينخرط فيها. والحمد لله كانت مجموعة من الأفكار، ولا من المؤسسات ولا كذلك من الناس اللي حضروا، وإن شاء الله هذه تكون خطوة أولى. يعني كنا بغينا أن الحضور يكون أكبر، ولكن الحمد لله هذه غادي تكون خطوة أولى إن شاء الله باش تدار واحد يعني. وهذه دعوة أن كاع الجمعيات ديال أمزميز، أنا إن شاء الله كاينة مبادرة أن ندير واحد الائتلاف ديال الجمعوي اللي غادي يهتم بالغابة ديال تيزاغوران، وكذلك بالبيئة ديال أمزميز، وكذلك يعني طرحوا مجموعة ديال الأفكار وديال المبادرات اللي إن شاء الله غادي تدار، واللي منهم مبادرة ديال حملات النظافة إن شاء الله اللي غادي نديروها الأحد المقبل ديال الواد، اللي نتمنى ان الناس يلتحقوا بنا ويتعاونوا معنا ان شاء الله، لان التلواد من الناحيه البيئيه راه كيعاني بزاف. وان شاء الله نتمنوا ان كما قلت ان هذه تكون خطوه اولى وبدايه للمشاريع مقبله، واللي ان شاء الله اللي غادي نخرطوا فيها كجمعيه خطوه، وكذلك مجموعه من الجمعيات اللي بداوا الاهتمام ديالهم بهذا المشروع هذا. كاين جمعيات اللي حضروا وكاين جمعيات اللي ما حضروش، ولكن انا متاكد ان هذا المرض هذا اللي تنعانيوا منه كاملين، يعني كمزامزه، اللي هو يعني التدهور ديال الغابه والبيئه ديال امزميز، راه تيهم يعني كاع الناس ديال امزميز كساكنه، كمجتمع مدني، كمؤسسات. لذلك كما قلت ان هذه خطوه اولى ان شاء الله، يعني باش نحاولوا نعالجوا هذا المرض، وكنوجه دعوة لأي واحد، لا من السكينة ولا من جمعيات ولا من مؤسسات، اللي مهتم بهذا المشروع هذا يلتحق بنا إن شاء الله. ونتمنوا تكون هذه يعني باش نحيدوا هذا المرض هذا اللي تيعاني منه الغابة ديال أمزميز والبيئة ديال أمزميز إن شاء الله. وكذلك تنوجد دعوة للناس ديال يعني الساكنة، وكذلك الأطفال والتلاميذ ديال المؤسسة التعليمية، أنهم يحاولوا يهتموا بالبيئة ديالهم، ما يبقاوش يلوحوا الزبل. ربما ما كاينش أماكن فين يلوحوا الزبل، ولكن الإنسان قبل ما يلوح الزبل راه كيما شريتي مثلا غي بيمو وكليتيه، راه غادي تهز جوا ديال بيمو ديرو في الجيب ديالك حتى تلقى بلاصة فين تلوحوا. ونتمنى ان يعني الناس يعاوا بهذا الخطر هذا، لان كلنا راه تيضرنا، الا ما ضرناش صحيا راه تيضرنا نفسيا. وان شاء الله نتمنى ان القادم يكون افضل، وامزميز يكون افضل، وامزميز ما غاديش ينوض وما غاديش يكون افضل الا بالابناء ديالو الغيورين عليه. وتحيه لكم والسلام عليكم. هدفنا انه راجعين اليوم باش ان شاء الله نتقاسموا هذا الهم الذي نحمله جميعا بالنسبه يعني المنطقه ديال امزميز، خصوصا الجانب البيئي والجانب الطبيعي. وسابدا من واحد المساله مهمه دائما اشير لها، هو انه امزميز عندما نقول مصر هبه النيل، فامزميز وهبه تيزاغوران، وامزميز وهبه الجبل. واشك انه وكاين ما كانش الجبل هذا هنا، امزميز ما غاديش تكون عنده هذا الحضور على المستوى العالمي وعلى المستوى الطبيعي والايكولوجي.
واستحضر انه ايضا بالنسبه للدوله كدوله عندما يسمى بالاستراتيجيه، والسي خليل يعرف هذا، كاين واحد الاستراتيجيه كبرى 2020 2030 تحت يعني الرعايه المولويه تسمات الاستراتيجيه الوطنيه للغابات، وفيها مشاريع كبرى وفيها ايضا تمويلات اللي هي كبيره جدا. تبين انه زعما واخيرا تبين انه راه باش نحافظوا على الغابه ما يمكنش نحافظوا عليها تقنيا، يعني ما يمكنش نحافظوا عليها بتوفير تقنيين مهندسين، هنا هذا شق تقني مهم جدا، ولكن لابد انه خصنا مقاربه تشاركيه، انه خصنا الناس اللي كيستافدوا من هذه الغابه واللي تيتواجدوا في الغابه هما اللي خصهم يحافظوا على هذه الغابه. وهذه الاستراتيجيه الوطنيه تنبني اساسا على هذا العامل، هذا انه الناس الذين يجاورون ويتاخمون الغابات في المغرب والذين يستفيدون من الغابات هما اللي خصهم يكونوا كما كيقولوا قطب الراحه في العمليه ديال تنميه الغابات والحفاظ عليها. الحمد لله اليوم تم تشجير واحد 70 الف هكتار اللي كانت مات، وخصنا نعرفوا بانه راه 17 حتى 20 الف هكتار من الغابات كتمشي سنويا في المغرب، وراه خصنا نعرفوا ايضا بانه المغرب هو اكبر يعني امتداد غابوي في شمال افريقيا وحتى نوعا وكمان، ولكن مؤخرا انه يعني في السنوات الاخيره كاين مسائل هي طبيعيه وكاين مسائل هي بشريه، تدهور كبير جدا للمياه والغابات، فيها 5000 هكتار كتمشي سنويا بفعل بشري محض اللي هو التعمير العشوائي، وبالتالي وهذا الشيء كنشوفوا حتى مع الاسف في امزميز كدائره ماشي كجماعه وكدائره. اذا هذا الشيء واحد يعني كبدايه انه يعني الامر يستدعي ماشي تدخل، ولكن يستدعي تدخل من البارح ماشي من اليوم، لانه الامر استفحل والامر زعما وصل مداه، وبالتالي لابد من انه الى انا زعما كنتسنى شي واحد يدير باقي شي حاجه في هذه البلاد هو فعاليه المجتمع المدني. المجتمع المدني لديه يعني واحد المجال للاشتغال ولديه مجال للتصرف اكبر من اي جهه معينه. حنا كجماعه حنا راه كتعرفوا بانه المجال الترابي ديال تيزغران تابع لينا حنا، وفي هذا الاطار كانت واحد دارت واحد البرنامج ديال تاهيل تيزغران خصوصا بعد الحريق اللي عرفته، ونتاسف انه من الحريق اليوم هذا الوقت كله داز مازال ما تدار والو، مشات لينا 60 هكتار تحرقات في لحظه معينه، والحمد لله راه كاين واحد الاشتغال حثيث مع الاداره ديال المياه والغابات، وراه هذا البرنامج قريب ان شاء الله يشوف يعني النور، ولكن هذا لا يعني انه خص اشتغال من طرف الفعاليات المدنيه في المنطقه. تاكنت يعني الغابه ديال امزميز هي من اجمل يعني المواقع على المستوى الوطني. تيزي غوران لو سيت ديال تيزي غوران من اجمل المواقع، ولما لا انه كما قلت انتم ان نعمل على ربط هذا الانسان المزميزي بالغابه. انا كنتعجب عندك واحد مجال لا يمكن زعما نبنيو حنا يعني باموال ديالنا، ولا الا بغينا نديروا مثلا شي مشروع ملايير ديال الدراهم، حنا عندنا جبل ديال تيزي غوران معطى بيئي يعني سي ان تيريتوار دوني، ما تخسر عليه باقي والو، تخسر عليه فقط اهتمام. اذا يبدو انه يعني باش نمشيو لقدام هو انه ربط الانسان المزمزي بالغابه من خلال هذا الشيء اللي كديروا مثلا، من خلال عمليات توعيه، من خلال الاشراك، من خلال مثلا، وانا اتحدث ك يعني مدير مؤسسه انا مستعد ديال الفارابي وحتى المؤسسات الاخرين، لانه الطفوله الا بغينا نعتقوا يعني بعض الخلاصات الا بغينا نعتقوا راه خصنا نبداو بالاطفال والتلاميذ. اذا الا ربطنا التلميذ والطفل ولا الطفله بالمجال ديالها الترابي خصوصا تيزي غوران كجبل، راه اولا غادي نحافظوا على الغابه، ثانيا غادي ننميوا هذه الغابه، لانه خصنا نعرفوا بانه الغابه راه موريد، راه 17 مليار درهم كتعطينا سنويا، 17 مليار درهم يعني واحد الموريد كبير. هذا الشيء كتعطى غير في اطار ماذا؟ في اطار غير هذا الشيء، هذه الجهود الخفيفه اللي كدار، ولكن الى تحولت انه تكون بدل ما ننظروا لها كما قال رضوان، وراه كنعرفوا جميعا في مزميز حنا كنشوفوا في الليل كنطلعوا للجبل وكيكونوا الناس يعني يستمتعون بهذاك المنظر، ولكن مع الاسف انهم اللي كيكملوا
كيخلي داك الشيء تما زعما واحد السلوك اللي هو غير مقبول. اذا الا تمكنا انه نعالجوا هذا المشكل من خلال اولا التصرفات اللي درت بحال هذاك السلوكات اللي درتو، ثانيا نديروا دي بانو يعني التوعيه كما قلتوا، هذه المساله راه مهمه. ودي بانو ما يكونوش دي بانو اللي هما مثلا ارتيفيسيال، دي بانو يتداروا هذاك الخشب اللي تما يتداروا، ثم دي بوبيل يتداروا بهذاك الطريقه اللي كنا قلنا بهذاك الخشب اللي باتفاق وتنسيق مع الاداره ديال المياه والغابات وبتنسيق مع الجماعه، انه يتداروا دي بوبيل فيكس الخشب، هذاك الخشب اللي كاين تما يتداروا دي بوبيل ما يتهزوا ما والو، لانه ما يمكنش واحد ينطق الخشب تما. اون فوا كيعمروا راه الجماعه غادي تطلع باش تنقيهم. وهذاك لو سيت ديال تيزيغوران ماذا بينا يتحول، راه في هذاك المشروع اللي تدار مع سميتو يتحول لواحد منتجع، منتجع سياحي اولا للتعريف بالمنطقه، ثانيا بالتعريف يعني بلا فوني لا فلور ديال المنطقه ديال تيزيغوران، وجذب هاد الاطفال والسبور والدراري اللي كيديروا السبور، وايضا المؤسسات التربويه. انا كنقول لكم بانهم مستعدوا الفراهيد هنا مستعدين انه يكونوا مثلا انشطه ذات طابع اللي هو غابوي ويتداروا على مستوى المؤسسه ويتداروا ايضا على مستوى تيزيغوران. اذا الا درنا هادشي راه بزيغو ديغام كيدار، ولكن يعني الواقع ديالو غادي يكون واحد الواقع كبير بزاف. والجمعيات اللي كجمعيه ايزوران كرئيس جمعيه ايزوران معكم على طول الخط، راه كانت درت واحد العمليه راه كان فيها السي عبد الكريم في الواد، وراه الى عقلتوا في 2002 في 2002 كنا درنا واحد العمليه فسميتو باقي بعد الاحجار مكتوب عليها هذه العمليه هذه، ولكن مع الاسف يعني مساله تحتاج شويه ديال الصبر وتحتاج شويه ديال لا كونتينوي يعني على كونتينويتي باش الناس هنا. وراه هذه العمل اللي كنديروا واللي كديروا راه عنده واحد الفعل اللي هو كبير جدا، واخا كيبان لنا بانه راه، ولكن راه الا استمر راه هو اللي غادي يعطي اضافه الى انه لما لا تستغل مثلا هذا المسار هذا ان سيركوي يتداروا، الحمد لله كاين سي عبد الكريم كاين نتوما كاين ابطال اللي كيلعبوا يتداروا هذوك لي سيركوي، ماشي بالضروره نديروا ماراثون ولا ديكاتلون ولا ديروا دي غوندوني ويتدار فيهم واحد الحاله قلنا مثلا واحد الهديه واحد لو بري لهذوك الناس اللي وصلوا كعائلات مثلا يوصلوا هنا ويتداروا زعما تدار واحد لا بوبليسيتي لهذا لو سيت هنا. ناس مستعدين لانه في اطار واحد الجلسه كان معنا السيد كان الممثل ديال قطاع السياحه على مستوى يعني مديريه السياحه، مستعدين انه يشتغلوا معنا ومع المجتمع المدني في هذا الاطار هذا. اذا باش ما نطولش نلخص يعني المسائل البسيطه، نبداو بالمسائل البسيطه، مسائل ديال التوعويه. ادعوكم يعني كجمعيات المؤسسه ديالنا كفراد ولا كفراهيدي نديروا ايام تما ننطلقوا لهنا بالتنسيق مع الناس ديال هنا، وكجماعه ايضا راهنا اوفير ونشتغلوا جميعا على هذا المشروع ان شاء الله اللي غادي عما قريب هنا. يعني كاين شيق الجماعه غادي دير الدور ديالها، الشيق ديال الاداره راه غادي دير الدور ديالها، والشيق ديال المجتمع المدني غادي دير الدور ديالو. وكنشكركم بزاف. المباني وكنتمنى المجموعه ديال التدخلات اللي كانت وزينه وهادفه واللي طرحت المشكل الاساسي ديال الكيفيه ديال النهوض بالغابه ديال تيزيغوران. بالنسبه لمجموعه التدخلات جات حول تاهيل الغابه ديال تيزيغوران، حنا كوكاله وطنيه للمياه والغابات كنعتبروا المجتمع المدني شريك، وحنا منفتحين على اي اجراء ولا اتفاقيه شراكه ولا اي حاجه اللي غادي يتم بها النهوض بالغابه ديال تيزيغوران. وعليه يمكن نعطيكم واحد النبذه على المشاريع المقرره من طرف الوكاله الوطنيه للمياه والغابات. هاد السنة عندنا واحد القطعة غابوية راه تبعت، راه غادي تبدا خصوصا اللي تحرقات غادي يتم الاستغلال ديالها قريبا ان شاء الله. بالنسبة لسنة 2025 عندنا قطعة أخرى اللي هي مجاورة للبوست فورستي اللي في تيزيغوران، وكذلك درنا تقريبا واحد 2000 وشي حاجة متر كيوب ديال لي كابي في دوك الشعابي اللي مجاورين للغابة. بالنسبة لبعض التدخلات جات حول التهيئة ديال المنزل الغابوي تيزيغوران، راه قمنا بواحد الدراسة من طرف مكتب ديال الدراسات باش نقيموا خصوصا مورا الزلزال باش نقيموا الأضرار اللي تعرض لها، وعلى أساس هذه الدراسة غادي نتخذوا الإجراءات اللازمة إما البناء إما الإصلاح. بالنسبة للتشجير، التشجير ديال المنطقة المحروقة هي مبرمجة سنة 2025، هذا العام غادي نقطعوا دوك الأشجار اللي هي محروقة ويابسة
مريضه ولا ميته، والسنه المقبله نقوموا بالتشجير وبالقرياج اللي هو الكلوتور ان شاء الله. وفي الاخير كنأكد على اننا احنا كوكاله وطنيه للمياه والغابات وكاداره مكلفه بهذا القطاع احنا منفتحين على جميع الاقتراحات، خصوصا من للجماعه الترابيه وللمجتمع المدني اللي كنعتبروهم شركاء اساسيين للحفاظ على هذا المورد الغابوي. وشكرا. الان عبد الكريم بوتامر نائب رئيس جمعيه خطوه، بدوري اثمن هذا اللقاء وتأمين هذا الحضور. هذا اللقاء جاء بناء على النجاح ديال حملة النظافة اللي كانت في تيزي غوران، اللي كان متابة أنه أننا فتحنا الأعين ديالنا على الغابة، الغابة اللي كنا دائما مجاورين لها، وربما لأننا حلينا عينينا فيها ما عمرنا تصورنا أنه غيكون مشكل جاي منها، ولا حتى النهار وقع فيها الحريق. شفنا الغابة تتحرق عاد حسينا بأن واحد النهار يقدر ما نلقاو ما نلقاوهاش، وبالتالي ما غاديش مازال ولينا تنتسألوا على المنافع ديالها وشنو تناخذوا منها وبالمقابل شنو تنعطيوها. وبالتالي بدينا تنغوصوا شي شوية في هذا المجال، ولقينا بأنهم مجال ديال المياه والغابات. نجدد الشكر لجميع الحاضرين. المهم يعني من جميع التدخلات يبان ان كاع الناس يعني كافراد او لا، احنا ربما قلال ولكن راه كلنا تنمثلوا السكينه. اغلى اي واحد غتهضر معاه دابا في الزنقه راه غادي ربما غادي يقول نفس الهضره اللي تنقولوا ان تيزي غوران راه القلب النبيض ديال امزميز، وضروري خصها التاهيل وضروري خصها الاهتمام. يعني تنقسموا نفس يعني نفس المرض، وتنتمناو اننا نلقاو يعني الدواء لهذا المرض هذا. وكما قال السي حميد ربما احنا كجمعيات راه غادي يكون عندنا دور مهم اللي خصنا يعني نتعاونوا ونديروا شي تكتل يعني للاهتمام بالبيئه بشكل عام في امزميز وبشكل خاص غابة ديال تيزي غوران. وديك الساعه كنت نهضر مع السي خليل وشار لواحد القضيه ان الجمعيات راه عندهم يعني ممكن دار مشاريع في الغابه بالنسبه للجمعيات. ربما خصنا نديروا شي لقاء اخر خاص مع السي خليل على هذه القضيه هذه، اننا يعني الا ممكن تعاود تشرح للاخوان هذه القضيه ديال النقصه، لان الاداره كتعطي تعويض الناس اللي هما متضررين مثلا من الرعي ابتداء من 50 هكتار فما فوق، كتعطيهم واحد التعويض مالي سنوي مقابل الحفاظ على هذا. يعني ان الجمعيات ممكن تساهم في الحفاظ على مقابل يعني تتاخذ واحد الكاشي يعني واحد المبلغ مالي انها هي. وهذه القضيه هذه يعني عندها فائدتين. اول حاجه انها تنحافظوا على الغابه، ثاني حاجه انها ممكن تشغل يعني ناس اخرين اللي يقدروا يخدموا في الحفاظ على البيئه. يعني نتمنى ان هذه القضيه هذه نحاولوا نخدموا فيها مع جمعيات اخرين، ربما نديروا شي مشروع في هذا، لان ربما المياه والغابات راه غادي دير الخدمه ديالها، ولكن راه خصنا نشوفوا على المدى البعيد. الا ما كانوش يعني الجمعيات معاونين راه غادي نعاودوا نرجعوا اشاك فوا لديك النقطه ديال البدايه اللي ما نتمنوا اننا ما نرجعوش ليها. لان مثلا انك تجي تحط بوبيل راه تحطها اليوم ما تقدر غدا ما تلقاهاش، فهمتي؟ ولكن انا ديما تنشوف واحد القضيه هو البوبيل عندها واحد المعنى اخر، ماشي هو ديال تلف فيها الزيت، ولكن هي ديال الانسان تيدوز تيشوف ان بوبيل راه اوتوماتيكمون في الدماغ ديالو تيقول ما خصنيش نلف الزيت. يعني غدا يجي ما يلقاش لا بوبيل راه ما غاديش يلف الزيت. من احنا وجبد انا اللي تنهضر معكم شخصيا كان عندي عادي انني مثلا ما عادش ندير كلينيكس هكا ونلف، فهمتي؟ كان ما عادش تربينا بحال هكا، انا ما عمرش شي واحد قال لك لا ما خصنيش. ولكن فاش كتمشي لواحد المجتمع اللي تدير هكا ما كتلقاش كلينكس في الزنقه ما كترضاش او لا كتحشم انك تحدك كلينكس، صافي داك الشيء يعني في اللاوعي ديالك تيترسخ انك ما خصك كتجي لهنايا كلشي لوح كلينكس انت ما تقدرش لوح، فهمتي؟ لان صافي ما عرفتش اللاوعي ديالك تربى انه على يعني هذه القضيه ديال اللي كوبيل راه مهمه جدا خصنا نهضروا بها ربما مع الناس ديال المجلس البلدي ان شاء الله، باش لان عاودت لهم واحد القصه ديك الساعات باش نعاودها لك ربما هي اللي غادي
الغد ليه ديال الحمله ديال النظافه جيت هبطت من تيزي غورا لقيت شي دراري حاشاك يلاه حاطين القرعي وهضرت معاهم قلت لهم اودي واش فراسكم اللي راه كانت واحد الحمله ديال النظافه هنا البارح قال لي لا ما شفتش قلت له اودي واش عندكم امزميز الان قال لي قلت له دخل ليها فاش دخل شاف الفيديو عجبو داكشي قال لك مزيان الله يعطيكم الصحه كون قلتوا هما الناس من تيزبري قال لي والله كون فراسنا كون جينا قلت له مره فاش قال لي ولكن واحد القضيه قال لي راه انا مني انا وجبت قال لي راه مره تنلوح قرعه قلت له علاش قال لك اودي تندير هكا ما تلقاش فين نلوح قال لك علاش ما ديروا لناش شي ميكات شي ديبوبيل راه قال لك انا فاش نشوف لا كوبيد راه غادي ما نقدرش نلوح قرعه يعني من هنا جات الفكره انه ضروري خصنا يعني تدار شي مشروع ديال لي بوبيل اللي نتعاونوا فيه كجمعيات او نقدروا مثلا ندخلوا متعاونين اخرين منظمات او شي حاجه اللي يقدروا يعاونونا في هذا الموضوع هذا نفس الموضوع اللي كنت بغيت نشير فيه. ماش كان قال لي حنا راه كنا فكرنا في هذا الموضوع ماشي مشكل راه اذا كنحضر بالاسم ديالو باسم مؤسسات امزميز الكبير للدراسات والتنميه والتكوين لان هذا الموضوع يهمنا كثيرا وكنا فكرنا فيه يعني بجديه مجموعه من اللقاءات دارت حول هذا الموضوع وجميع الزوار والناس اللي كيجيو عند المؤسسه لابد كنديروا لهم زياره على هامش العمل اللي جاوا ليه كيمشيو كيشوفوا تيزيغوران كيشوفوا الغابه الموضوع له اهميته وراهنيته وهو الحريق الذي كان بغابه تيزيغوران يعني مجموعه من الاشجار يعني خاص المجتمع المدني بمساعدة وبشراكة مع الناس ديال المياه والغابات كيفية إعادة تشجير والتسريع في إعادة تشجير هذه المنطقة اللي تحرقت أولا يعني ضروري هذه العملية كنا من بين الأفكار اللي كنا طرحنا احنا العملية ديال التشجير العملية ديال إعادة بناء تنطفي يعني اللي ان الغابه لها مجالات متعدده امتدادات متعدده النطفيه اللي كاينه في الطريق ديال الزبر يعني اعاده بنائها واعاده حتى كنا بغينا نديرو تيويزي يعني فكرنا فيها نديرو تيويزي من اجل اعاده بناء حتى الا ما كانش الامطار ممكن يمشيو دي سيتيرن ويعمروا تما لان غتحافظ على الحيوانات على مجموعه من المجالات التي لها علاقه بموضوع الغابه بالنسبه لنا احنا الاخوان رهن الاشاره في اي عمل سواء كان نظريا او تكوين او مساهمه ماديه او مساهمه من ناحيه ديال سميتو فهم مستعدين باش يساهموا في هذا العمل هذا بمشاركات وتفعيلا لمبادرات جمعيه خطوه كما ساهمنا معهم في مجموعه من اعمال اخرى سابقه يعني يد اليد ممدوده والفكره يعني الكل يقول باهميتها وبراهنيتها الموضوع في الحقيقه اكثر واكبر من هذا الحضور اللي كاين هنا ولكن كما قال السي عبد الحكيم فهي 1000 ميل تبدا بالخطوه الاولى هذه خطوه درتو نتوما الخطوه الاولى هذه خطوه ثانيه نتمنى تتبعها مجموعه من الخطوات الايجابيه والجميع يشارك وحنا مستعدين نشاركوا معكم في اي مبادره